لا احكي لي انا، هذا كلام خطير لازم يطلع. يعني ايش اللي صار بالضبط في الماليزيا؟ اجوا دخلوا علينا اليهود، اول ما دخلوا اخذوا الشباب شلعوهم كلهم بلبوس ولا حاجه عليهم. بعدين اخذوهم في مكان شبحوهم، ذبحوهم من القتل. بعدين اخذوا النسوين بنت عمرها 14 سنه بنتي، شلحوها واخذوا منها 100 مليون. شلحوها كل اواعيها؟ كل اواعيها شلحوها، اخذوا منها 100 مليون، واخذوا منها الذهب امانات لاختي، اخذوا منا جوالاتنا، اخذوا الاولاد الصغار فتشوهم كلهم بلبيس، عملوا عملهم رمونا في ارض وبالاخر بالطخ في قروصنا وحرقوا كل الاماكن. اليهود اجوا عملوا عملهم فينا ما خلوش حاجه. ذهبكم سرقوه فلوسكم جوالاتكم؟ اواعينا قدامنا حرقوا، حرقوا اواعيكم الداخليه قدامنا قدام عينينا، ما خلوش بناتي واولاد هياتهم قاعدين هنا في الشارع ولا حاجه، لا شادر ولا اواعي ولا اي شيء. وبعد هيك خلوهم يمشوا بدون اواعيهم؟ ما رجعوا لكم الاواعي؟ قلنا يلا اطلعوا يا حيوانات، ولا واحد فيكم يقرا يلا روح. راحوا هناك قالوا لنا نروح على انصرات، قالوا لنا لا، اللي بده يروح على الموت يروح على انصرات، روح على الجنوب، اللي بده يروح على الموت يروح هناك. وفي البرد هذا خلوا الاطفال يمشوا من غير ملابسهم؟ بنقول لهم اعطونا بس اي مبلغ من المصاري اللي اخذتوه، نوماني معناش في المشمش. راحوا المصاري، روحوا مشي يا حيوانات، حتى لا نسمعنا بالطاقة.